أسعد الله مساءكم بألف خير مشاهدينا الأوفياء ضمن برنامجكم العالم الرياضي. سوف نتعرف عن آخر المستجدات خلال نهاية هذا الأسبوع فيما يتعلق بطبيعة الحال بالمنافسات الرياضية. يرافقني خلال هذا العدد سعد رزاق شليح محلل القناة الأولى. مساء الخير سعد رزاق. مساء الخير وسعيد بلقائك مرة ثانية وتحية لكل طاقم الاستوديو. البداية سوف تكون باليوم الدراسي الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم بشراكة مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمركز محمد السادس لكرة القدم. هذا اللقاء الذي أعطى من خلاله أنفانتينو مجموعة من المقترحات تخص تسيير وتدبير كرة القدم الإفريقية. قبل النقاش نستمع لما جاء في تصريح أو نتابع لما جاء في تصريح رئيس الاتحاد الدولي أنفانتينو ثم نعود من أجل المناقشة. Ce matin, est-ce que vous êtes, en parlant des arbitres pour commencer, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on professionnalise les arbitres et on les rende vraiment autonomes, y compris leur structure? Oui ou non? Oui? Il y en a qui ne sont pas favorables? Ok. Bon. C'est bien, c'est un bon feedback. La deuxième question concernant les infrastructures, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on poursuive nos enquêtes pour voir si on arrive à mobiliser 1 milliard à investir dans des infrastructures en Afrique ? Oui. Merci. Et troisième, sur... les compétitions, bon là, il y aurait plusieurs sous-questions. Je pense que tout le monde va être favorable à faire plus pour les jeunes et pour les femmes, je pense. Est-ce que vous êtes favorable au concept, en sachant que les détails doivent être élaborés, d'une ligue africaine? Oui ou non? Oui. Oui? Ok. Et en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on réfléchisse, à ce que la CAF réfléchisse? Ça, c'est votre décision. Nous, moi, je vous ai donné mon feeling, mon impact, mais qu'on réfléchisse à la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations et après, peut-être, pourquoi pas, à une Ligue des Nations au niveau mondial pour donner à toutes les fédérations et à toutes les équipes nationales plus d'opportunités de jouer des matchs de haut niveau. On y réfléchit? Oui? Très bien. Ben alors, merci beaucoup. كانت هذه بعض المقترحات لرئيس الاتحاد الدولي بخصوص تطوير والسهر على تقدم كرة القدم الإفريقية. سي شليح، ثلاث نقاط تكلم عليها السيد أنفانتينو، يتعلق الأمر بتطوير البنية التحتية وكذا إعادة النظر في نظام المسابقات الإفريقية وأيضا مجال التحكيم. يعني ثلاث نقاط حساسة مهمة يعني تلمس جوهر الموضوع في كرة القدم الإفريقية بالنسبة لأنفانتينو. هي مقترحات والاتحاد الإفريقي الآن عليه دراسة هذه المقترحات وبالتالي أخذ القرار فيها. وأولا في نظري اهتمام رئيس الفيفا بإفريقيا اكسكلوزيفمون شيء جيد، بالإضافة لهذا الاهتمام منصب على ثلاث محاور اللي هي الاستثمار والتطوير والاحتراف. هذه أشياء كلها جيدة، أن تستثمر المال في إفريقيا شيء جيد وهذا هو المطلوب. في محاور البنية التحتية في كرة القدم النسائية، في تكوين الناشئين وفي المنافسة. نعم. هذه أشياء مهمة جدا. أتمنى كما قال رئيس الفيفا أن يغفليشي أن يتم التفكير فيها، بلورتها والتفكير فيها وتطويرها من ناحية الكوجيتو، من ناحية لغيفليكسيون، حتى نلقى أشياء تخص إفريقيا وتحترم خصوصيتها.
نعم، الآن رئيس الاتحاد الإفريقي سيد أحمد أحمد يعني عين ثلاث لجان من أجل يعني مناقشة كل فكرة على حدة، كل لجنة تكلفت بموضوع معين. في نظرك يعني في مجال يعني تطوير البنية التحتية الموارد المالية، قال أنفانتين بأنه يود رصد مليار دولار من أجل النهوض بالبنيات التحتية، تحدث عن تغيير نظام المسابقات الإفريقية على الكاف، على إنشاء مسابقات أخرى، وأيضا على مجال التحكيم اللي هو عنصر ربما محط نقاش كبير في إفريقيا في الفترة الراهنة. أنا في نظري كل هذه الأشياء جيدة لأن كلها تهم تطوير كرة القدم في إفريقيا، لكن يجب أن ينظر إليها بنظرة ثاقبة، نظرة فنية، حتى تؤدي وتصل إلى مغزاها الحقيقي وتصل إلى المبتغى الذي نريده لكرة القدم. لا نريد أن يكثر المال وتكثر البنيات ونفقد كرة القدم، لأن أهم شيء هو كرة القدم يجب أن تتطور. مثلا يجب التفكير في كل ما هو منافسة، وكل ما هو هل هذه المنافسة ستؤدي بكرة القدم في إفريقيا إلى التطور أم إلى النزول. نعم. هل تطوير يعني أنا من خلال فكرتك السشلح وأن مطابقة الأمر مع ما هو موجود في أوروبا ربما قد لا يلائم كرة القدم الإفريقية. صحيح صحيح. لماذا؟ لأن حتى إذا طورنا مثلا منافسة من المنافسات التي يراها هو جيدة، ممكن أن تضر الفرق الصغيرة والبنيات والدول الصغيرة التي الآن هي في طور التطور، دول اللي شفناها كالبنين وكموريتانيا وغيرها والسودان الجنوبي، دول ممكن أن تتضرر من هذه المنافسة. لكن إذا أعطينا الوقت الكافي للتفكير في هذه الأشياء أكيد سنذهب إلى التطور. رأيي مجموعة من النقاط تحتاج للنقاش، سوف نعود لهذا الموضوع خلال برنامج العالم الرياضي خلال الأسبوع القادم بالتفصيل من خلال ريبورتاجات وأيضا بعد التقارير. دائما نبقى مع كرة القدم، هذه المرة كرة القدم النسوية، مادام أن الحديث منصب عن تطوير كرة القدم النسوية. الجامعة الملكية المغربية جعلت من كرة القدم النسوية من أولوياتها، وشفنا هدف الجمع العام الأخير للجامعة برئاسة السيد فوزي القجع. المنتخب الوطني يعبر دور التمهيدي لتصفيات العالم لأقل من 20 سنة، سوف نتابع الصور. انتصر اليوم على أو انتصر خلال نهاية هذا الأسبوع على المنتخب المصري بثلاث أهداف لهدف واحد بعدما انتصر في لقاء الذهب بخماسية مقابل ثلاثة. كرة القدم النسوية سيشليح ما زالت تعيش المد والجزر يعني بين أندية ربما تسيدت على هذا النوع في كرة القدم وأندية أخرى ليس لديها يعني أبسط يعني المكونات أو أبسط المقادير لكرة القدم النسوية. نعم، كرة القدم النسوية في المغرب تتطور، لكن يجب أن تتطور على مستوى الأندية وعلى مستوى المنافسة. بالإضافة لهذا يعني نحن الآن نشاهد لقطات من مباريات مع مصر، مع الجزائر، مع تونس، نرى هذا التطور للمنتخب المغربي. لكن عندما المنافسة تكون مع دول إفريقية، يعني هناك فرق شاسع كبير بين مستوى اللعب في شمال إفريقيا وجنوبها. على أين هذا هو مشروع ربما القادم؟ تحدي كبير يجب التعامل معه يعني على المستوى المتوسط والبعيد. نبقى دائما مع كرة القدم، هذه المرة مع منافسات عصبة أبطال إفريقيا. الرجاء والوداد كما ذكرنا سلفا خلال العدد الماضي يتأهلان لدور ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا. لأول مرة تتأهل ثمانية أندية حازت اللقب سواء مرة أو لعدة مرات. يتعلق الأمر بالوداد، الرجاء، الترجي، نجم الساحل، مازيمبي، ماميلودي سانداونز، وأيضا الأهلي والزمالك المصريين. سيشليح الآن كل شيء واضح، الأقوياء، صراع الأقوياء الآن في دور الربع.
كيف تتوقع المنافسة في هذا الدور بالنسبة للأندية المغربية؟ يجب أن لا نتكلم بنفس اللغة التي تكلمنا بها السنة الماضية. يعني كان الهدف هو الوصول إلى دور المجموعات. فرق المغربية وصلت إلى يعني مراحل متقدمة. الآن نريد من الفرق المغربية في ظل توهج كرة القدم المغربية وفي ظل الإمكانيات المتوفرة نريدها أن تفوز بالكأس. نعم. كلها نريدها أن تصل إلى النهائيات، فهذا هو المطلوب. فرقنا المغربية انسجمت، تقوت وأصبح لها رصيد بشري ورصيد يعني background، تجربة على مستوى تجربة المسابقة كتخليها أنها تفوز على كل هذه الأندية وبالأخص على أندية شمال إفريقيا كمصر وتونس. نعم. بالأمس فريق الرجاء لم يكن بحاجة لفوز لكنه تمكن من الانتصار على فريق فيتا كلوب بهدف واحد للا شيء في مباراة عرفت حضورا جماهيريا كبيرا. الرجاء، السؤال التالي يعني بالنسبة لفريق الرجاء سي شليح، رغم الإكراهات يعني غيابات بالجملة، مشاكل البرمجة، رغم الإكراهات، رغم المشاركة على مستوى كأس محمد السادس للأبطال، إلا أن الرجاء استطاع المرور لدور الربع. الآن ما هي حدود الرجاء على مستوى الربع والفريق اللي ربما تود أن يواجهه الرجاء في هذا الدور؟ فقط لتفسير ما قلته في البداية، لأن الرجاء لعب خمس مباريات انتصارين وتعادلين، أربع مباريات انتصارين وتعادلين خارج الميدان، خارج القواعد، وهذه شيء مهم. فقط خسر مرة واحدة، وكل هذه الأشياء تبين على أن الرجاء فريق قوي قادر على تمثيل المغرب. نستمع لجمال السلامي عقب. جد سعيد بالتأهل بالنتيجة. الطموح ديالنا هو اننا نمشيو ابعد من الربع ان شاء الله. الهدف الاول اللي جاء في بدايه ديال المباراه تنظن بانه خفف الضغط وخلى اللاعبين يلعبوا براحه اكثر، والحمد لله حاولنا اننا نجاريو ايقاع المباراه والوقت باش ما يكونش عندنا اصابات، ما يكونش عندنا اجهاد، كذلك ما يكونش عندنا انذارات. المباراه ما كانتش في مستوى عالي، ولكن اهم شيء هو اننا تأهلنا ونهينا المشوار ديالنا في المجموعات بانتصار، لأن بدينا بهزيمة في الملعب ديالنا، وأننا نهيو دور المجموعات ب 11 نقطة ماشي سهل. تنهني اللاعبين، تنشكر الجمهور اللي حضر اليوم، ونتمنى إن شاء الله أننا يكون عندنا حظ أوفر في المستقبل ديال الأدوار إن شاء الله. حتى أربط بما قلته مع ما قاله جمال السلامي، يعني الرجاء يكون أفضل خارج الميدان. الرجاء حسب جمال السلامي يود الفوز باللقب وعبر عن ذلك أكثر من مرة في خرجاته الإعلامية. إذن الرجاء غير مسموح له بتنشيط أو بلعب دور الكومبارس في 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 المسابقة. صحيح، نريده أن يفوز بالكأس. الرجاء اليوم لا يمكن أن نأخذ هذه المباراة كمقياس، لأن أولا الرجاء ضمن التأهل، غيابات كثيرة. هدف الأول كما قال السلامي سهل المأمورية للاعبين، وأهم شيء أرجع الثقة للجمهور، وكذلك ما كان وراء الرجاء إلا أن يدير الكرونومتر ويدير النتيجة في ظل هذه الغيابات. نعم. لكن عكس الوداد يعني هزيمة في آخر جولة، هل هذا يفقد يعني هل هذا عامل ربما قد يؤثر على ثقة الوداديين في هذه المسابقة، أم أنها مباراة ربما شكلية رغم أن الاحتلال المركز الأول كان مهم بالنسبة للوداد؟ نعم. في المباراة الوداد كان بإمكانه يعني أن يحسم الصدارة في هذه المباراة، لكن ما أدري، لأنه أنا بالنسبة لي التشكيلة اللي دخل بها الوداد لهذه المباراة، هناك لاعبين ربما خمس لاعبين أو ست لاعبين كانوا في الأمس القريب في الاحتياط. نعم. بالإضافة إلى لاعب جديد كازادي غادي مترجي كرتي عائد من الإصابة، الحسوني كذلك، جبران وأسرير في وسط الميدان يعني ك
لاكس ريكوبيراتور عمرهم ما لعبوا مع بعض، بالاضافه لهذا كومارا ورحيلي اول مره كيلعبوا هذه المباراه، فاشياء يعني كثيره اجتمعت في هذه المباراه ليخسر الوداد. شكون تبغي تلقى الحمد لله بهدف واحد. شكون تبغي تلقى الوداد والرجاء يتلقاو في يعني في مباراه دور؟ اتمنى ان يلتقيا مع بعض ليكون لنا مستحيل يتلاقوا مع بعض لانهم جاوا يعني في المركز الثاني، اصحاب المركز الاولى تلعب مع اصحاب المركز الثانيه. ولا نتمنوهم جوج في 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 النهائي في لماذا؟ ستكون نهايه تاريخيه بين الغريمين الرجاء وفريق الوداد الرياضي على مستوى كأس أمم أفريقيا داخل لكرة القدم داخل القاعة. تعرفنا منذ لحظات عن خصم المغرب بنصف النهائي، يتعلق الأمر بالمنتخب الأنغولي الذي تفوق منذ لحظات على منتخب غينيا بخمسة أهداف لهدف واحد، وبالتالي نصف النهائي الثانية سوف تجمع المنتخب الوطني المغربي أمام أنغولا ومصر ستواجه ليبيا. عموما هل يمكن القول بأن أضلاع وطرفا النهاية يعني عرفا منذ بداية الدورة اعتبارا أن المنتخب المغربي ضرب بقوة وأيضا المنتخب المصري ضرب بقوة كذلك من خلال نتائج المباراتين في دور المجموعات، هل يمكن نتوقع نهاية مغربية مصرية أم أن كرة القدم داخل القاعة بدورة تعترف بالمفاجآت؟ نعم أنا في نظري لأنه شفت تقريبا كل المباريات وبان تفوق المنتخب المصري والمنتخب المغربي يعني الفرق شمال إفريقيا على الفرق الأخرى والمنتخب الليبي. المغرب أنغولا مصر ليبيا مربع ذهبي ممتاز، يعني غتكون فيه الإثارة وغتكون فيه التشويق وغتكون فيه يعني قيمة اللعب حاضرة، وأتوقع أن تكون أن يكون المغرب ومصر في النهائي. نشارك معنا زميلي عبد الحق شراط الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة العيون. سعد رزاق والسي عبد الحق شراط مساء الخير. من خلال النقاش الدائر مع محلل القناة الأولى السي عبد الرزاق شليح، هل يمكن القول بأن المنتخب المصري والمنتخب المغربي هما المرشحان الأقوياء الأقوى للعب مباراة النهاية شراط؟ مساء الخير لكل المشاهدين الكرام ولك الزميل الخبير وضيفك الكريم عبد الرزاق شليح. طبيعة الحال نتواجد هنا في مدينة العيون الغالية منذ قرب من أسبوع نتابع فعاليات النسخة السادسة للبطولة الإفريقية الأمم لكرة القدم داخل القاعة، متعة كبيرة في كل قاعة تقريبا، احترم المنطق، الأقوى الأربعة مروا لا أقول بسهولة ولكن كما كان متوقعا لدور النصف. الأمر يتعلق بأسود الأطلس الذين يبحثون على اللقب الثاني لهم بعد اللقاء 2016 وفوز تاريخي في النهائي أمام فرق 3-2. المنتخب المصري هو الأقرب بإذن الله من الأقوياء، ولكن أنا شخصيا بعد منتخب الوطني المغربي أنا أثارني منتخب أنغولا، منتخب يتكون من لاعبين محليين ومن مدرب محلي اسمه بنزينغو دي كارفايو، قدم كرة ممتعة وبالأداء واعترف أسابيد عليك مدرب منتخب الوطني المغربي السيد هشام دقيق. الفريق الوطني بطبيعة الحال ناقش مباراة بمباراة، الجميل في الفريق الوطني هشام دقيق واحد من كبار المختصين على مستوى القارة الإفريقية في مجال كرة القدم داخل القاعة، عمل تدوير رائع لكل لاعبين. نعم شراط، هل يمكن القول بأن الآن يعني قبل لعب مباريات مباراة نصف النهائي الحديث عن المنتخب المصري والمنتخب المغربي من أجل النهاية، ألا تتوقع يعني نتائج مفاجئة في دور النصف خصوصا أن ليبيا تعتبر من الأقوياء على مستوى هذه اللعبة، أنغولا ليست بالمنتخب السالم، أن الأمر حسم بالمنطق وأيضا بالمستوى الذي قدمه المنتخبان معا، الحديث هنا عن المنتخب المغربي والمنتخب المصري؟ لا بالامس حضرت الحصه التدريبيه المسائيه للفريق الوطني، بالامس حضرت الحصه التدريبيه للمنتخب الوطني ومن خلال اجوبه السيد هشام دقيق قال بالحرب انه لا يفكر في النهائي الان، التركيز الكبير حول مباراه النصف امام اللي تعرف الان هو منتخب بطبيعه الحال انغولا، قال بانه سيناقش مباراه بمباراه وفي ذلك احتراس كبير وداء كبير من المدرب يعرف انه عنصر مفاجأة واري في مجال كرة القدم، فبالتالي قال مصر بعيد عن المتناول الآن يفكر في مباراة أنغولا الأربعاء القادم في الوقت
منتخب المصر بطبيعة الحال تنتظر هو الآخر مباراة قوية أمام منتخب الليبي. عبد الحق شراط أشكرك على هذه الإضافة وهذه المعلومات، أتمنى أن تعود لنا أنت والمنتخب المغربي من مدينة العيون بالكأس. بالكأس أكيد من خلال المباراة النهائية، يعني المنتخب المغربي يرى أكثر من نصف النهائي وليس فقط نصف النهاية. على أين شكرا زميلي عبد الحق أشراط، نلتقي في فرصة قادمة بحول الله. كما قلت حتى عبد الحق أشراط أكد بأن المنتخب المغربي والمصري ربما هما المرشح الأقوياء للظفر بالبطولة ولعب حتى مباراة النهاية. يعني إذا احترمنا منطق كرة القدم داخل القاعة فهذان الفريقان هما الفريقان الأقوياء إفريقيا، الأقوياء كذلك على مستوى التاريخ، لأنهم هم الذين يتحكمان في عدد البطولات. هلأين نرجو التوفيق لهشام دكيك وأسود الأطلس على مستوى كرة القدم داخل القاعة. سوف نتابع كل من خلال مراسلتنا اليومية لأخبار المنتخب الوطني من هناك من مدينة العيون الغالية. نواصل النقاش هذه المرة على مستوى البطولة والدوري المحترفي كرة القدم. لعبنا 15 جولة، 4 مباريات من الجولة 15 لعبت لحد الآن في انتظار 4 أخرى. يعني نسبق شويه بعض المباريات اللي بقى ما تلعبتش، شنو يعني الافكار الكبرى والخطوط العريضه لدوري المحترفين من خلال 15 دوره من خلال لقاءات الذهاب؟ هل كل شيء ايجابي؟ هل هناك اشياء يجب ان تصحح؟ هل الدوري المحترفي الان يعني يرقى وينمو اكثر فاكثر، ام ان هناك اشياء يجب تداركها على الاقل فيها 15 دوره الماضيه؟ نعم هناك إكراهات. نعم. البطولة المغربية متطورة مقارنة بالبطولات الأخرى الإفريقية، ربما ممكن أن تحتل الصف الأول أو الثاني إفريقيا، لكن هناك إكراهات متعلقة بأشياء تترك المتتبع وتترك المتفرج يعني في حيرة. هناك إكراهات متعلقة بالبرمجة، هناك إكراهات متعلقة بالمنافسات اللي ما كتعطيش الإنسيابية للمباريات اللي كنا دائما كنعرفوها على أن المدرب هو أول المتضررين، اللاعب كذلك، بالإضافة إلى إكراهات فنية متعلقة بكثرة المباريات وكثرة الإصابات، إكراهات أخرى متعلقة ب يعني تدبير الترسانة البشرية للفرق باش تعمل تيرن أوفر لمجموعة، خصوصا المشاركة في يعني في المسابقات الإفريقية، والحديث هنا عن 4 أندية مشاركة بالتأكيد، بالإضافة إلى إشكالية الأعطاب وترحيل المدربين، وهذه كلها أشياء يعني تضر كرة القدم الوطنية. هذا من جهة، من جهة أخرى هناك تحديات التي وضعتها الجامعة أو يعني اللي بغت منها تطوير لكرة القدم والمتعلقة ب يعني مرور الأندية إلى شركات و إشكالية الفار. نعم. التي لم تنطلق إلى ربما الفار مبرمج خلال مباريات الإياب منذ يعني من خلال الجولة 16 سينطلق العمل بنظام الفار. إشكالية التحكيم أيضا التي لاقت مجموعة من الاحتجاجات من أندية عديدة. نعم. هي إشكالية التحكيم مرتبطة بالفار، لأن الفار سيقدم يعني مساعدة كبيرة للحكام. شفنا أمس مجموعة من الأخطاء التحكيمية كبيرة جدا متعلقة فقط بالأوفسايد. نعم. متعلقة بضربات الجزاء، وهذه كلها ستعطي يعني مساعدة كبيرة. نعم. هذا من جهة أخرى على مستوى جودة اللعب، على مستوى النقاشات التكتيكية بين المدربين. أشكرك. نعم. هذا سؤال يعني يطرح نفسه بقوة، هل لمسنا من خلال 15 دورة نقاشات تكتيكية كبيرة، يعني أجواء أو نقاشات على مستوى بين المدربين بين اللاعبين على مستوى الأداء داخل رقعة الميدان؟ نعم. أنا أربط هذه الأشياء برحيل المدربين، لا كونسيكونس ديالها هي ترحيل المدربين. هناك مجموعة من المدربين لا على مستوى يعني الجدد منهم مدرب وجدة، مدرب تطوان، هناك مدربون يعني لعبوا كرة القدم من أجل المتعة، من أجل الفرجة،
وسجلوا أهداف وربحوا مباراة. النقاط نعم. لكن هناك مدربون اعتمدوا على اللعب في الشوط الثاني من خلال قراءة سد نعم. منافذ اللعب، قتل المباراة، قراءة الخصوم وهذا، لكن في آخر المطاف اتضح بأن هذه فرق لا يعني تتطور، لا يتطور أداؤها ولا تتطور على مستوى عدد النقاط والترتيب. نعم. مباريات أخرى أو على مستوى كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والحديث هنا عن التزامات الأندية على المستوى الأفريقي، ربما هذا معطى آخر جديد في البطولة، لم يبقاش يقتصر الأمر على فريق واحد، لأن أربعة أندية على مستوى العصبة وأيضا الكاف. نادي بركان ستواجه في هذه اللحظات زاناكو الزامبي. بركان أصبح ذو تجربة كبيرة على مستوى عصبة أو عصبة على مستوى الكاف في انتظار أن يمر لمسابقات العصبة، وأيضا حسن الأكادير الذي ضمن التأهل لدور الربع مسبقا هزم أو انهزم أمام برادو الجزائري بهدفين للا شيء. قراءتك للمشاركة المغربية على مستوى كأس الكونفدرالية الأفريقية شليح؟ وأولا بالنسبة للفرق المغربية خاصة تفوز بالكأس، جيد أنها وصلت إلى النهائيات، وصلت إلى المربعات يعني ربع النهائي، نريدها أن تصل إلى المربع الذهبي. نعم. خصوصاً الأندية يعني خصوصاً الأندية الآن يعني المتأهلة ربما لا بركان ولا حسن الأكادير الأقوى على الورق، يعني باش نكونوا صراحة يعني. نعم. لكن مثلاً أنا بالنسبة لي اليوم ما عجبنيش المباراة ديال حسنية أكادير، لأن فريق حسنية أكادير اليوم لم يحترم جمهوره ولم يحترم مدربه، اللاعبون تعاملوا مع المباراة باستسهال. باستسهال وباحتياط، و ثانيا ما شفناش اسلوب للعب ديال حسنيه اكادير. حسنيه اكادير اليوم ارادت ان تلعب على بطريقتها القديمه، ولكن طريقتها القديمه يجب ان يكون معك ليركي، ويجب ان يكون معك يعني اللاعبون اللي هما كي يتحكموا في الكره، ف لعبوا بطريقة أنا ما غنقولش استهتار، وإنما هذه عقلية اللاعب المغربي كل ما يعني ضمن حتى النتيجة داخل المباراة ربما يستسهل الخصم. نهضة بركان ربما من خلال وجهة نظر مجموعة من المتتبعين ربما عليه الآن أن يظفر بهذه الكأس من خلال لعب مباراة النهاية، تسيده لمجموعته الآن. هل حان الوقت فعلا لنهضة بركان أن تحرز لقبا إفريقيا سيكون لقبا كبيرا في مشوار النادي؟ أنا بالنسبة لي بركان أكثر تأهيلا للفوز بهذه الكأس. لماذا؟ لأن أولا تتوفر على ترسانة بشرية جيدة، لا فرديا ولا جماعيا، بالإضافة إلى أن كونها تلعب الآن وصلت للانتليجنس كوليكتيف، وصلت كذلك إلى الانسجام التام بين اللاعبين، بالإضافة لهذا عندهم يعني أسلوب للعب متنوع. بركان قادرة على التسديد من بعيد، بركان قادرة على اختراق من الجوانب، بركان قادرة على تسجيل أهداف من الكرات الثابتة، بالإضافة إلى قوة الدفاع البركاني، حارس ممتاز، لها كل المعطيات، عندها إمكانيات المالية اللي تأهلها أنها يعني تمشي للنهائي. على أي نتمنى المشاركة طيبة، ليست مشاركة للأندية المغربية على مستوى عصبة أبطال إفريقيا وعلى مستوى كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، نرجو لقبا أو لقبين لما لا سيشلح على مستوى المسابقتين معا، خصوصا أن الآن يعني الجماهير متحمسة، وربما نسينا العامل ديال الجمهور أصبح دافع كبير للأندية الأربعة المشاركة في مشوار المسابقات. يعني دافع كبير، نعم، لأنه يعني سان بروبولسور لمجموعة من الفرق. حنا غنشوفوا الآن كيفاش حسنية أكادير وراء أو ضغط كبير للجمهور،
وأنا أشكر هذا الجمهور الذي يقف وراء فريقه. يعني الآن شفنا حتى الرجاء بالأمس يعني مباراة يعني محسوم أمر المجموعة، محسوم أمر التأهل، لكن الجمهور حضر موجود بقوة. نعم. جمهور الرجاء نفس الشيء، احنا نريد من هذا الجمهور أن يدفع فريقه للأمام وأن يكون حافزا له للمضي قدما إلى النهائيات. وأنت أيضا سيشلي حافز لي بأن أتمنى أن تكون معي خلال العدد القادم برنامج العالم الرياضي من أجل الاستئناس بتحليلك القيم وبحثك. كما يقول الفرنسي طول بليزير بور موا. بارك الله فيك سيشلي، شكرا لك على تلبية الدعوة مرة أخرى. شكرا للطاقم التقني والصحفي الذي رافقني خلال هذا العدد. أما أنتم أسبوع موفقة أتمناها لكم، نلتقي في أقرب فرصة بإذن الله. إلى اللقاء.